خمسة أعوام مريرة عاشها السوريون بعد أن صدحوا بأصواتهم مطالبين بأبسط حقوقهم بالحرية والكرامة. مظاهرات شعبية عارمة عامة أنحاء البلاد طالبت برحيل النظام الذي صب عليهم جام غضبه من قتل واعتقال وتهجير وتنكيل، حتى ذاقوا صنوف العذاب والموت بكل أشكاله على أيدي من يفترض أنهم شركاء في الوطن، وزاد على ذلك باستقدامه ميليشيات طائفية من بقاع الأرض ليساندوهم في القتل. الله أكبر. نحن طلعنا لحتى نأكد على شروطنا وعلى مبادئنا اللي انطلقنا فيها في بداية الثورة السورية، اللي هي إسقاط النظام. ثورة مستمرة، نحن ما رح بدون بهدنة أو بدون هدنة، نحن مستمرين حتى إسقاط النظام. هتافات لطالما صدح فيها السوريون مثلت في طقوسها مرحلة فاصلة من عمر الثورة. هنا داريا، المدينة الملاصقة للعاصمة دمشق، والتي استقبلت من طائرات النظام آلاف البراميل المتفجرة، وقصفت بما توافر لدى النظام من أسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية. لملم من تبقى من سكانها جراحهم وخرجوا ليؤكدوا للعالم أن ثورتهم ما زالت على عهدها الأول. المظاهرة هاي كانت لتأكيد على أهداف ومبادئ الثورة اللي نحن طلعنا من شانها، فالشباب هلا حبوا أن يطلعوا بس مشان يأكدوا للعالم أنه نحن ما زلنا مستمرين بالثورة وما وقفنا أبدا، وبإذن الله ما رح نوقف. وجه رسالة للعالم أنه يتعامل بجدية مع ثورة الشعب السوري، ويكف عن الخداع والأكاذيب والوعود الزائفة. وكذلك فعل من تبقى من سكان حلب وإدلب ومدن سورية كثيرة، عادوا للتظاهر من جديد، وهم يعلمون أن من يقبع في قصر الشعب لا ينفع معه الهتاف ولا الكلام، فمن تصدى لشعب أعزل بنيران حاقدة وأجبرهم على حمل السلاح ليذودوا عن أعراضهم ضد ميليشيات طائفية لا يمكن أن يرحل إلا على أشلاء وطن مزقه في سبيل الحفاظ على كرسيه.